وانا هبتدي من الاغنيه اللي احنا سمعناها للراحل الرائع محمد قنديل، والله بعوده يا رمضان واهو جه يا ولاد وهاتوا الفوانيس والاغاني الحلوه، يعني زي مثلا مرحب شهر الصوم، والله لسه بدري يا رمضان، الاغاني الحلوه اللي احنا كلنا كبرنا عليها وتربينا عليها وكونت وشكلت وجداننا احنا ومشاعرنا وعندنا نوستالجيا حلوه. كواليس بقى تمت ازاي مع الامكانيات وقتها ما كانتش زي النهارده كمان. بالظبط. هو طبعا لو اتكلمنا عن ايقونه الاغاني الرمضانيه رمضان جنى، لو قلنا رمضان جنى دي كانت يعني بتعتبر اللي هي مرتصقه ببيان المفتي، يعني حتى الموسيقار الفنان الكبير محمد عبد المطلب قال، كان بيقول في تصريح من تصريحاته، قال ان الاغنيه دي اصبحت هي وبيان فضيله المفتي سواء بسواء. صحيح. وقال كمان، قال لو انا كنت اتقاضيت، لو هتقاضى كل عن كل اذاعتها جنيه واحد كنت زماني بقيت من المليارات. طبعا حضرتك عارف ان هو خد عليها 6 جنيه. 6 جنيه، ايوه. وما يعني كانتش بتاعته، هي كانت بتاعت المطرب احمد عبد القادر اللي غنى اغنيه وحويه وحويه وحويه، والمفروض كان يغنيها. فكان نظام الاذاعه المصريه ان ما ينفعش مطرب واحد يغني الاغنيه اغنيتين في نفس الموضوع. ايوه. فقالوا للفنان محمد، وكان محمد عبد المطلب موجوده ساعتها في الاذاعه لانه فعلا كان بيدور على اغنيه جديده يعملها. فقالوا في اغنيه رمضان جانا وتقاضى وقتها 6 جنيه. الاغنيه دي في منتصف الستينات. 6 جنيه طبعا كان اجر بالنسبه طبعا، وكان محمد عبد المطلب اسم كبير، لان محمد عبد المطلب يعني بدات شهرته الواسعه في الاربعينيات، يعني بقى له اكثر من 20 سنه واكثر كان بيغني، وكان من يعني كان يعني أيقونة الأفراح والمناسبات. ما ينفعش فرح يجي من غير طبعًا صوت محمد عبد المطلب. وكان إيه أول أغنية ترند بلغتنا إحنا دلوقتي كده عبد المطلب، اللي كانت فتحت خير عليه؟ طبعًا. وهقول لحضرتك يمكن دي مش أول أغنية لرمضان، يعني في قبل كده كان في أغنية الثلاثي المرح، يعني الثلاثي المرح دي قبل أهل رمضان جان، اللي هو أهو جه يا أولاد. أهو جه يا أولاد. أيوه. دي كانت في يعني هما كانوا ثلاثي مرح، وكانوا بيغنوا دايمًا المناسبات، اعياد ميلاد او زواج او خطوب. فمن ضمن المناسبات وجدت اغنيه للشاعر نبيل قنديل اهو جه يا اولاد، ولحنها الموسيقار علي اسماعيل. وخلينا نقول برضو محمود الشريف هو اللي لحن رمضان جانا. رمضان جانا دي تعتبر يعني تحس بهجه رمضان، او تحس فعلا ايذانا ببدء شهر رمضان المبارك، وهو يعني هتلاقيها مفتوحه وشغال على طول في الاسواق، في المولات، في كل مع كل المستويات الثقافيه والشعبيه. هتلاقوا رمضان جانا دي موجوده، بقت ثقافه شعب الاغنيه دي.